معقول ما لا عندك أي حسابات ولا مسؤوليات؟ غزل كمان لازم تاخد حقها منك. الحقيقة صعب عليك تقبليها. الحقيقة بتقول إنه أنت المفروض تكون عادل مع الكل وتوزع لهم بالتساوي. ما في حدا هون له حق بشي أمي. جدي هو المالك، عمر البيت وأسس الشركة. أما أبي خلى هاي الشركة تفلس. بعدين أنا حاولت عمرها من أول وجديد، بس بالمقابل أنا ما كنت لحالي عم بشتغل. دعاء ساعدتني. إذا في حدا له حق يطالب بالبيت فهي دعاء وبس. حيدر، اللي اشتغل وتعب بالسنين الماضية لحتى يحافظ على بيت العيلة هي دعاء. ولهيك بعطي الملكية بس لدعاء. القانون هو ملكي، لهيك أنا المسؤول، من حقي أفرغه. كمان فيني أتبرع فيه للفقراء والمحتاجين إذا حبيت. القرار لإلي. مبروك دعاء، من بعد ما صرتي صاحبة الشركة هلا حصلتي على البيت، تتهني. أنا مبسوط لأني وفيتك حقك. صار فيكي تجهزي الأوراق، وبس يجهزوا خبريني لحتى وقت. حيدر، الأوراق جاهزة. يلا قرب لعندي ووقع عليهم هلا. حافظ تامري.